طيب هنكمل النهارده ان شاء الله بقيه موضوع الدي ان اس. لو انتوا فاكرين كويس احنا اتكلمنا على الدي ان اس وقلنا هنبدا الاول ان احنا نسيت اب الكاشنج نيم سيرفر خلاص. بعد كده هنتكلم على الماستر سيرفر او الماستر نيم سيرفر، والماستر نيم سيرفر هنتكلم فيه على الفورورد لوك اب والريفرس لوك اب. وبعد ما نخلص الجزء ده هنتكلم على جزء السليف سيرفر، والسليف سيرفر هنخلص فيه برضو جزء الفورورد والريفرس. السليف هيكون ان شاء الله جزء سهل، يعني السليف بيبقى بالنسبه لنا ولا اي حاجه. السليف كل عليا بقوله روح هات من الماستر من الاي بي الفلاني بس، شكرا موضوع منتهي على كده. بيبقى معظم الشغل دايما في الماستر، خليك دايما حاطط في اعتبارك ان انت تشغل مع دي ان اس معظم الشغل حرفيا لما بتيجي تعمله بيكون في الماستر نيم سيرفر. طيب الجزء الاولاني اللي احنا عايزين نخلصه دلوقتي حالا عشان بقى ايه ننتبه لجزء الماستر نيم سيرفر دون، هو جزء الكاشنج نيم سيرفر. تمام كده؟ طيب حته الكاشنج نيم سيرفر دي سهله جدا، كل اللي عليك هتعمله هتعدل بس اتنين دايركتيف او ثلاثه دايركتيف. لما اقول لك كلمه دايركتيف هنا معناها ستيتمنت، بلاش ستيتمنت، لاين واحد بس او كونفيجريشن، لاين واحد في الكونفيجريشن بس. خلاص كده؟ طيب تعالى كده نكونكت على السيرفر دون. ادا الاي بي بتاعه فين يا سيدي؟ اهو انا شايف الاي بي بتاعه 10.211.55.44. حتى مش فاكر الباسورد كانت ايه، اللهم صل على النبي. انا بدل ما اعذب نفسي هنا كده لان انا مش فاكر الباسورد بتعملها ايه، بدل ما اقعد اكراك الباسورد واغير الموضوع دول مش ناقصه. ولسبب ما برضه مش راضي يخليني اخش. طيب تعالى كده نشوف 10.211.55.4. حد فيكم خد باله الكتابة ايه اللي بيحصل فيها؟ ايوه من غير ما تشوف هو ظهر هو اللي بكتب. حاجة من الحاجات الكوميدية مع الماك. انا ايدي متعود دايما ان هي بتستخدم الت شيفت مع الويندوز، فايه؟ فانا عمال اكتب الت شيفت وهو ما فيش خالص مش معبرني. طيب هون عمل لوجن على طول من غير اي مشاكل. نكمل موضوع الكونفجريشن بتاعنا.
لو انت فاكر من المره اللي فاتت كان ايه، كانت ملفات الكونفيجريشن قلت لك موجوده في اي تي سي على طول بشكل مباشر. لما عملنا انستول الباكج اللي اسمها بند تشينج روت او بايند تشينج روت، بايند تشينج روت دي قالت لك يا سيدي انا هعزل لك ملفات الكونفيجريشن وملفات الداتا بالبلدي كده، كل الملفات الخاصه بالبايند سيرفيس او بالدي ان اس سيرفيس هعزلها لك في مكان جديد خالص اسمه var name دي تشينج روت، خلاص. وتحت var name دي تشينج روت ده حط اي ملف يعجبك بقى، سواء كان ملف كونفيجريشن، ملف داتا، ملف لوج، اي حاجه، خلاص. وعمليه الجيلنج دي او عمليه العزل دي، عمليه السجن اللي انت بتعملها دي، ده عشان بس انت تلمت الاضرار اللي ممكن تحصل لو الدي ان اس بتاعك حصل اي هاك عليه، خلاص. تخيل انت لو واحد عمل اي هاك لاي حاجه في الدي ان اس وجه حاول يصطدم بالايه، بالملفات اللي موجوده عندك على السيستم، مش هيقدر يشوف اي حاجه الا الحاجات اللي موجوده في var name دي تشينج روت. ولو بصيت عليها كده هتلاقيها عامل كده فيرتشوال انفايرمنت كامله، يعني عامل لك اي تي سي جديده خالص غير اي تي سي الاصليه. يعني لو بصيت على اي تي سي الجديده دي مش هتلاقي فيها اي ملفات الا ملفات خاصه بالدي ان اس، شايف؟ لو بصيت على ديف دي مش هتلاقي فيها اي ديفايس فايل تقريبا، نال وراندوم وزيرو، بس ما فيش فيها اي ديفايس فايل خاص باي ديفايس حرفيا. وصلت؟ فلما تيجي تبص كويس كده هتلاقي عمل لك كده كومبليتلي ديفرنت، او ممكن نسميها كده فيرتشوال انفايرمنت شبيهه بالسيستم بتاعك، خلاص. بحيث ان انت لما تكون مشغل الدي ان اس وحصل هاك عليه، يفضل اللي عمل اتاك على الدي ان اس دون معزول عزل تام عن بقيه السيستم، تمام. طيب كلام جميل، نرجع بقى. في حاجه بس انا بحب اعملها، انا عن نفسي انا بحب اعمل حاجه زي كده، اللي هي ايه، انا كسيستم ادمن لو رجعت كده بصيت وجيت اقول له كده ليس اي تي سي، او الاول ال اس داش ال اتش اي تي سي نيم دي دوت كونف، خلاص. وكده ال اس داش ال اتش var نيم دي تشينج روت، المفروض الاقي هنا اي تي سي وملف نيم دي دوت كونف. ها هسال سؤال، تفتكر انا لما اتعامل هتعامل مع انهي ملف فيهم؟ هل نيم دي دوت كونف اللي في اي تي سي، ولا var name دي تشينج روت اي تي سي نيم دي دوت كونف؟ ها صح مظبوط، هتعامل مع الايه؟ مع اللي موجود في التشينج روت انفايرمنت، صح. طيب دلوقتي انا في عندي ملفين مختلفين تماما عن بعض، فانت بدل ما تعذب نفسك الحاجه الثانيه، خلي بالك حاجه ثانيه كمان، ال اس اي تي سي نيم دي دوت كونف، اسف نيم دي، احنا شفنا الملف، بص لي كده، وفي عندي دايركتوري ثانيه var name دي تشينج روت اي تي سي اسمها برضو نيم دي، شايف؟ var name دي تشينج روت اي تي سي ايه يا عم العذاب ده؟ ايوه الله يفتح عليك. النقطة اللي عايز اوصلها لك هنا، ان انت ليه تعذب نفسك ويكون عندك نسختين المفروض ان هم بتوع نفس الملف لنفس السيرفيس؟ بس خلي بالك هما في الواقع دلوقتي، في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، هما مش بتوع نفس الملف، ده واحد بتستخدمه السيرفيس اللي اسمها نيم دي الاصلية، والتاني بتستخدمه السيرفيس اللي اسمها نيم دي تشينج روت. يعني اللي موجود في اي تي سي دون المفروض انهي سيرفيس تستخدمه؟ السيرفيس اللي اسمها نيم دي الاصليه خالص اللي مش بتعمل اي تشينج روت. والملف اللي موجود في var name دي تشينج روت اي تي سي نيم دي دوت كونف ده اللي بتستخدمه السيرفيس اللي اسمها نيم دي اللي معمول لها تشينج روت. طب انت ليه تعذب نفسك وتقعد يعني تبهدل نفسك البهدله دي؟
اصلا في حاجه انت ممكن تقع فيها، ان انت ممكن تنسى كده في يوم من الايام، وبدل ما تعدل الملف ده تغلط وتروح رايح معدل الملف ده على طول. فانت عشان تريح دماغك انا بعمل حركه ظريفه جدا عشان يبقى ايه كل شغلي كده ايه على نظافه زي ما بقوله، بروح رايح ماسح الملف اللي موجود في اي تي سي نيم دي دوت كونف دون، شيله خالص ارميه، واروح جاي عامل سوفت لينك بالملف اللي موجود في فار نيم دي تشينج روت اي تي سي نيم دي دوت كونف، هحطه في اي تي سي باسم نيم دي دوت كونف. انا كده لو جيت اعمل كده ال اس داش ال اتش اي تي سي نيم دي دوت كونف، بص لي كده الملف ده عباره عن ايه؟ ما هو مجرد الا سوفت لينك لمين؟ للملف الاصلي. فانت كده بس بتضمن ان انت مش في المستقبل ممكن يجي سيستم ادمن تاني، لو انت شغال في شركه ولا حاجه وعندك كام واحد ماسك السيستم ادمنستريشن، تلاقي سيستم ادمن كان فاهم وعارف ان في تشينج روت انفايرمنت هنا والتاني مش عارف، فتلاقي كل واحد فيهم بيعدل في ملف، فانت بتدخل نفسك في قصه وحوارات مالهاش اي لازمه. فاسهل لك ليك وللناس اللي جايين بعدك كمان يشتغلوا من وراك كده، تعمل ايه؟ اعمل سوفت لينك وريح راسك وراسهم. وصلت؟ على فكره الخطوه دي غير مطلوبه اطلاقا ولا ليها اي لازمه ولا تفيدني في اي حاجه، غير انها بس تسهل عليك بدل ما يكون عندك ملفين وكل واحد فيهم بتاع حاجه او بتاع سيرفيس مختلفه. لا، خلي كل واحد فيهم ايه، او اعمل واحد بس هو الاصلي اللي هو بتاعنا دون، سيبه زي ما هو مكانه، واعمل سوفت لينك منه حطه في اي تي سي بس. دي هتسهل عليك انت بس في المستقبل. بس من الاخر بتحاول تعمل خطوه كده تخليك تتلاشى اي مشكله ممكن تحصل بسبب الاخطاء بتاع سيستم ادمن. ها تمام، طيب كلام جميل. انا كده بالنسبه لي انا لما اجي اعدل بعد كده هعدل منين على طول؟ من اي تي سي نيم دي دوت كونف. شفت السهوله؟ بدل ما كل شويه بار نيم دي تشينج روت اي تي سي نيم دي دوت كونف، بدل ما تقعد تعذب نفسك، ما الملف ده اصلا عباره عن سوفت لينك. خلاص كده؟ تمام. اهدى تعالى افتح الملف كده وتعالى نبص عليه. الملف ده هتلاقيه الى حد ما كومنتد، هو مش فولي كومنتد خالص، الى حد كبير بالنسبه لنا كومنتد اهو، ماشي. الحاجه بس اللي عايزك تكون فاهمها كويس جدا، الملف ده فيه ثلاث طرق مختلفين عشان تقول له ان انا هكتب كومنت. الملف ده فيه ثلاث طرق مختلفين عشان تقول له ان انا هجي لك بكومنت. الحاجه الاولانيه اعمل اثنين سلاش، اول ما تعمل اثنين سلاش اكتب اي حاجه، ده معناها ان هي كومنت. دي الطريقه الاولانيه. خلاص. الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه لو عايز تعمل كومنت في اكتر من سطر اعمل ايه؟ اكتب كده سلاش ستار، اكتب اللي انت عايزه واقفل بستار سلاش. وبالمناسبه ستار سلاش وسلاش ستار دي بتعمل لك كومنت لاكثر من لاين، يعني انت اي حاجه هتكتبها هنا هي برضو كومنت، حتى لو ما هتطلعش اي حاجه في الاول زي السي. الله يفتح عليك. ايوه معانا واحد بيكتب سي اهو. خلاص كده. يبقى ابدا بسلاش ستار، اسف بسلاش ستار ايوه، وانتهي بستار سلاش، انت كده قلت له كومنت. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. دي الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه. فاضل حاجه واحده كمان، ان انت بس كده حط سيمي كولون واكتب بعدها اللي انت عايزه. هي ايه ده؟ هتقول لي يا عم طب ما اللي انت عملته دون شبه اللي احنا كنا لسه عاملينه في الاول خالص. هقول لك ثانيه واحده بس، انا ليه فصلت لك الاثنين عن بعض؟ ها انا ليه فصلت لك الاثنين عن بعض؟ فصلت لك الاثنين عن بعض عشان بس الحته اللي جايه دي. بص لي كده، انت عاده في الملف دون بتعمل ايه؟ بتكتب اللي انت عايزه، يعني ممكن اكتب له هنا دايركتيف الاو كاشنج مثلا، الاو كاشنج، وهقول له مثلا الشبكه بتاعتي اللي اسمها، هاجي لها كمان شويه الستيتمنت دي او الدايركتيف دي، هاجي لها كمان مره 192.168.0.0/24 اهو.
شايف؟ دي ستيتمنت مكتوبه او دايركتيف موجوده. الدايركتيف دي بتقول للسيرفر انا هقلله كاشنج من اي مكان بالظبط. بص كده، انا بفضل لما انت تعدل حاجه بايدك في الملف دايما دايما اكتب انت بتعمل ايه. خلاص، اوصف ايه اللي انت غيرته، سواء ستيتمنت ضفتها، سواء ستيتمنت عملت لها كومنت، سواء ستيتمنت عدلت فيها. يعني لو سواء ستيتمنت جديده او ستيتمنت بتمسحها او ستيتمنت بتعدل فيها، دايما ها اعزلها في كومنت منفصله. خلاص كده. طيب لو انت بتكتب سيكشن كامل جديد، انا بحب الطريقه دي عن نفسي، انا بقول لك دي ده نصيحتي انا الشخصيه بمناسبه، ما حدش يقدر يجبرك على اي كومنت. لو بتكتب سيكشن جديد، يعني مثلا سيكشن وهتحدد فيه مثلا زون كامله، وجيت هنا كده حددت لي سيكشن كامل جديد قدامي اهو، فانا بفضل لما تيجي بتعمل سيكشن كامل حط له كومنت في سطر لوحده. لكن لما تقعد لما تكون بتعدل دايركتيف حط الكومنت في نفس السطر معاه. ليه بقول لك كده؟ عشان لما انت تخيل انت بقى كده لو عندك ملف الكونفيجريشن بتاعك كبير ولكل سطر حطيت كومنت، تخيل مع كل سطر كونفيجريشن له سطر كومنت، فانت كده عذبت نفسك عذاب يعني ما حصلش. يعني خليت الملف اللي كان حجمه 50 سطر بقى حجمه 100 سطر. وليه العذاب دون؟ يعني ليه الاذيه دي؟ فانت ما تحاولش تعذب نفسك، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لو بتعمل ستيتمنت او بتعمل زون او اسف بتعمل ستيتمنت هتاخد اكتر من سطر مع بعض، حط لها كومنت بس في اول السطر هنا اهو. ممكن تيجي هنا كده في الاول وتعدل. وصلت؟ ها حد فاهم انا بعمل ايه؟ مش سوفت وير انجينيرنج حبه ولا حاجه، ما وصلش للمرحله دي، دي طريقه بس عشان تنظم بيها نفسك وانت شغال. خلاص؟ طيب تعالى احنا بقى نمسح كل الكلام ده ونبدا ايه؟ نكونفيجر. زي ما قلت لك ما حدش يقدر يجبرك تعمل كومنت، ما حدش يقدر يجبرك ابدا تعمل اي كومنت، بس الموضوع مجرد موضوع تنظيمي ليك انت بس. الكومنتس مش هتساعدك دلوقتي في اي حاجه، الكومنتس هتساعدك بعدين. تخيل انت النهارده بدات الكونفيجريشن بتاعتك باتنين زون، لو انت شغال في شركه كبيره ولا حاجه ولا عندك سيرفيس بروفايدر نتورك كبيره، والله العظيم احيانا عدد الزونز بيتخطى ال 150 وال 200 زون، فهتلاقي حجم الملف كبير جدا جدا جدا. يا نهار ازرق، هتلاقي نفسك اتخضيت. ايه يا عم ده الملف بقى شكله غريب جدا، ايه يا عم ده الموضوع فرشح قوي مننا بالمنظر دون. فاسهل حاجه بالنسبه لك ايه؟ اعمل كومنت الحاجات اللي انت عايزها. طيب نصيحه ثانيه اللي هي ايه؟ تعال نمسح الكلام ده كله كده. انا برضه على فكره بالمناسبه انا كل الكومنتس دي ما تلزمنيش باي حاجه، زي ما قلت لك هي مجرد كومنت، انا ممكن اشيلها عشان اصغر حجم الملف. خلاص كده؟ الحاجة اللي عايز اقول لك عليها اللي هي ايه بقى؟ تخيل انت عايز تعمل ملف وليكن هتحط فيه 1000 سطر، 1000 سطر كونفجريشن. هتقول لي 1000 سطر ده كتير جدا يا عم، هقول لك ما تخافش يعني. هقول لك بس 1000 سطر كونفجريشن ده مش حاجة كبيرة ولا حاجة، لأن هو نفس الزونز بتتكرر، بس الاسم بتاع الزون بيختلف. يعني انت النهاردة مثلا عندك شركة وعندك قسم اسمه ديفلوبمنت، فانت عايز تعمل زون اسمها ديف دوت ماي كومباني دوت كوم، وعندك قسم تاني اسمه وليكن سيلز، فانت عايز تعمل زون اسمها سيلز دوت ماي كومباني دوت كوم. خلاص كده؟ فتخيل دي زون لوحدها ودي زون لوحدها، كل واحده فيهم هتاخد لها 5 سطور مثلا. فتخيل انت لو عندك شركه كبيره جدا وعندك 20 30 قسم في الشركه، وكل قسم طالب له 3 4 زونز، زونز للديفلوبمنت وزونز للتستنج وزونز للبرودكشن. تخيل انت بقى بتتكلم في حاجه مثلا 120 زون موجودين عندك،
ال 120 زون دول لو كل زون فيهم بتاخد 5 سطور او 6 سطور اضرب لي 6 في 16 ولا اسف 120 زون في 16 6 في 12 720 تخيل 720 سطر ضفتهم انت بتكررهم حرفيا يعني انت نفس الكونفيجريشن عمال تكرره بس اسم الزون مختلف خلاص اسم بتعمل سب دومينز من الاخر تمام فالموضوع مش صعب الموضوع عمال يتكرر بس النقطه اللي عايز اوصل لك ليها ليه تخلي ملف الكونفيجريشن الرئيسي بتاعك ملعبك وحالته ما يعلم بها الا ربنا طب ما تنظم الدنيا اكتر من كده ازاي يا عم هقول لك بس سهله قوي انا ممكن اعمل ستيتمنت اسمها انكلود وهقول له انكلود واحط له ملف اللي فيه الزونز كلها لوحده بره يعني ايه يعني ممكن اقول له كده انكلود الملف اللي هيكون موجود في اي تي سي خلاص خلي بالك لما اقول له اي تي سي هنا معناها انهي اي تي سي اي تي سي الكبيره الاصليه بتاع السيستم ولا اي تي سي بتاعه الدي ان اس لا اي تي سي بتاعه الدي ان اس اللي هي موجوده في فار نيم دي تشينج روت اي تي سي خلاص كده طيب ممكن اقول له ملف الكونفيجريشن اللي عايز اعمل له انكلود هنا هسميه اي تي سي وهسميه وليكن مثلا myzones.conf هعمل ملف جديد هسميه myzones.conf واحط الزونز فيه بدل ما اخلي ملف واحد وحجم الملف ده وصل ل 1000 سطر لا هخلي الكونفيجريشن المين كونفيجريشن في ملف الزونز في ملف لو انت عايز تكبر الدنيا بقى وعايز تحط مثلا ال الدي ان اس سيك كونفيجريشن في ملف ثالث عايز تعمل ملف رابع لو عايز تقسم بقى الدي ان اس بتاعك وتخليه فيرتشوالي بيدي معلومات مختلفة للمستخدمين على حسب اليوزر ده جاي من انهي شبكة خلاص وهتكلم على الجزء ده ان شاء الله بمجرد بس ما اخلص الماستر والسليف دي ان اس كمان خلي كل حاجة في ملف لوحدها وريح راسك ده هيسهل عليك الدنيا ماشي دي بس مجرد نصايح انا ما قلت لك ما حدش يقدر يجبرك على اي حاجة خلاص كده طيب نرجع امسح بقى الكلام ده كله ما يلزمنيش في حاجة اهو ماشي كده طيب تعال هنا كده لو جيت بصيت على اول سطر حرفيا موجود شغال عندنا بيقول لك اوبشنز واوبشن دي بتعرف السيتنجز بتاعت الدي ان اس بتاعتك بتعرف السيتنجز بتاعت الدي ان اس بيقول لك ليسن اون بورد 53 فاكر لما قلت لك ان الدي ان اس عنده بورتين شغال عليهم الدي ان اس له بورتين شغال عليهم البورد 53 يو دي بي وده عشان الاند يوزر يكونكت على الدي ان اس يحاول يستخدمه عشان يعمل ريزولف وبرده بيستخدم البورد 53 بس تي سي بي عشان الماستر نيم سيرفر يكلم السليف نيم سيرفر عشان يعمل حاجه اسمها زون ترانسفير وهاجي لها ان شاء الله يعني يا النهارده يا بكره حاجه من الاثنين يعني على حسب خلاص كده فهنا لسن البورد 53 دي خاصه بمين ها دي خاصه بمين بالاند يوزر ده البورت اللي الاند يوزر هيلسن عليه وبالمناسبه كل الماشينز بتاعه الاند يوزرز اللي موجودين في الدنيا باي ديفولت بيستخدموا بورت 53 عشان يكلموا الدي ان اس عشان يعملوا عمليه ريزولف تمام فمش من الحكمه ابدا ان انت تروح تغير البورت دون لان انت لو غيرته مين من المستخدمين هيعرف الناس كلها بتتوقع ان الدي ان اس بيرسن على بورت 53 باي ديفولت فمش من حكمه ابدا تغير البورت دون يعني ماشي طيب هنا انا قلت له انت يا عم انا عايزك تقعد كده تتصنط كده اي حاجه جالك على بورت 53 ها اعمل لها ريزولف بس هتعمل ريزولف من مين هتعمل ريزولف من مين بالظبط بص وباي ديفولت هتلاقي السيتنج بتاعته بتقول لك ها اعمل ريزولف اللوكال هوست بس يعني انت هتلسن كدي ان اس سيرفر لللوكال هوست بس من الاخر الدي ان اس باي ديفولت جاي كونفيجر ان هو يريزولف لنفسه لا لنفسه مش من نفسه يريزولف لنفسه وصلت طب وانا كده لو عملته ريزولف لنفسه انا كده استفدت ايه ما استفدتش اي حاجه صح فالمفروض هنا كده اقول له انت هتلسن على انهي اي بي ادريسز كمان
يعني انا ممكن اقول له كده، انت المفروض، انا اصلا مش فاكر حتى الاي بي ادرس بتاعي كان ايه، تعالى كده نقول له اي اف كونفج ايثرنت 0 10.211.55.4 10.211.55.4 10.211.55.4. لاحظ ان في سيمي كولون بعد الستيتمنت دي او بعد السيتنج دي وفي سبيس. خلاص كده بص لي كده حاجه بس اقول لك عليها، دايما لما تيجي تحط داتا او بتعدل في الاوبشنز بتلاقي الستيتمنت بالشكل دول، القوسين وبعد القوسين في سيمي كولون وقبل القوس الاخير او بعد القوس الاول وقبل القوس الاخير بيكون في مسافه. يعني انت بتكتب حرفيا هنا كده، شايف في مسافه هنا هي وفي مسافه هنا هي، لو نسيت المسافه دي وجيت عملت ريستارت للسيرفيس السيرفيس هتفيل. ده مش اوبشن بالنسبه لك. الحاجات اللي بين القوسين دول والسيمي كولون مش اوبشنال، فانت ما تجيش هنا تضيع لي مسافه كده مثلا او تضيع لي قوس وتقول لي السيرفيس مش بتقوم. ما هي اكيد مش هتقوم يا عم بالعقل، لو جيت عملت كده فده كده غلط. خلاص كده تلات ارباع الاخطاء حرفيا اللي بتحصل في الدي ان اس بسبب الحاجات الهايفه دي. طيب ماشي، يبقى كده بالنسبه للاي بي فيرجن 4 الدي ان اس بتاعي كسيرفيس هيلسن على بورت 53، هيلسن لنفسه خلاص، وهيلسن على الانترفيس اللي الاي بي بتاعه كام؟ ها؟ 10.211.55.4. معنى كده ان انت لو دي ان اس سيرفر وعندك اربعه انترفيسز مثلا، واحد واصل بالبابليك زون، واحد واصل بالزون بتاع الدي ام زي، واحد واصل بالزون بتاع الانترنال نتورك، واحد واصل بزون مش عارف اسمها ايه، انت ممكن تقول له ها انت يا دي ان اس هتستخدم عشان تلسن للاي بي ادريسز ها كذا وكذا وكذا بس، او للاي بي ادريس كذا بس. معنى كده ان لو في يوزر جاي لك واليوزر ده جاي على اي بي تاني، يعني ايه؟ تعالى كده عشان اوضحها لك، تعالى نفتح الوان نوت كده بسرعه. لو ده السيرفر بتاعي اهو، السيرفر بتاعي ده له اربع كروت، كل كارت فيهم ده واصل بالبابليك زون او واصل بالانترنت، ده واصل بالدي ام زي نتورك او بالنتورك اللي فيها السيرفرات بتاعتي، ده واصل بالزون اللي فيها الاند يوزرز. خلاص ده له اي بي رقم واحد، ده له اي بي رقم اتنين، ده له اي بي رقم تلاته. انا ممكن اقول له انت هتلسن على الانترفيس ده بس، اهو على الانترفيس الاي بي بتاعه كذا بس. معنى كده لو في حد جاي لك بالبابليك انترنت، هل الدي ان اس ده يقدر يعمل له ريزولف؟ لا. خلاص كده ها وضحت. طيب ممكن تريح دماغك كمان وتقول له، يعني انت ممكن تحدد له اي بي معين، او ممكن تقول له في ستيتمنت كده او سبيشال كيس ستيتمنت اسمها اني. اني دي معناها اي انترفيس عندي، وده معناها حرفيا زي ما هي موجوده كده، اي اي بي موجود عندك كونفيجرد على السيرفر دون الدي ان اس هيلسن عليه. يعني من الاخر هيستقبل، هيبقى ويتنج فور كويري من الاي بي دون او من الانترفيس اللي واخد الاي بي ده. ها ها وضحت الحته دي؟ تمام. انا بالنسبه لنا لشغلي انا عن نفسي، انا بحب اكون ديديكيتد جدا وانا شغال. يعني كلمه اني دي يعني عمري بحياتي ما هستخدمها الا المكنه واحده، والمكنه دي عليها اي بي واحد بس، مكنه وعليها اي بي واحد. وطبعا بما ان ده غير مضمون، فانا اسهل حاجه بالنسبه لي بحدد له الاي بي ادرس بالظبط. خلاص، لان عاده هتلاقي معظم الدي ان اس سيرفرز المكنه عليها اكتر من انترفيس، وكل انترفيس له اي بي. فلو قلت له اني كده خليت المكنه دي عباره عن دي ان اس بيلسن على اي حاجه جايه له منين. ها
من الانترفيس اللي واخده الاي بي ادريسز دي، فانا بكون ديديكيتد وريح دماغي من الاول، فبقول له خد من الاي بي الفلاني بس. في ناس بتريح راسها ويقول لك اني، طبعا اني دي بالنسبه لنا عن نفسنا كسيستم ادمن هي كارثه حرفيا، هي كارثه خلاص. طيب تعالى كده السطر اللي بعده برضه نفس الحكايه، بس المره دي هيلسن للاي بي فيرجن 6 بقى، اللي فوق ده كان للاي بي فيرجن 4، اللي تحت ده للاي بي فيرجن 6. وطالما لو انت عندك اي بي فيرجن 6 ادرس فانت ممكن تيجي تحطه، يعني لو انا قلت له كده اي اف كونفج ايثرنت 0 اهو ادي الاي بي فيرجن 6 ادرس بتاعي اهو. تعالى 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 الاف اي 80 خلاص، ممكن تيجي تاخد الاي بي ادرس دون كده لو انت عامل كونفيجر لاي بي فيرجن 6، ممكن تيجي كده وتقول له ايه تعالى يا عم اهو وتحط له برضه الاي بي فيرجن 6 ادرس بتاع الانترفيس ده خلاص كده. ها وضحت؟ ماشي. بما ان انا ما عنديش اي اي بي فيرجن 6 ومش بستخدمه دلوقتي، فايه؟ هتخطى النقطه دي. هنا بقى بيعرف له شويه حاجات، بيقول له فين الدايركتوري اللي فيها الداتا بتاعتك؟ فين الداتا دايركتوري بتاعتك؟ قال لك في موجوده في فار نيم دي. خلي بالك انا لما اقول له فار نيم دي هنا بالبلدي كده معناها ايه؟ بالبلدي معناها ايه؟ var name d change root var name d دي equivalent للشكل الكبير اللي انا حاطه ده اهو. شايف؟ دي كده هي حرفيا هي المكان ده، بس ده ليه قال له فار نيم دي؟ لانها تشينج روتد دلوقتي، لانها تشينج روتد دلوقتي خلاص كده. طيب كلام جميل. نفس الحكايه الدمب فايل، الدمب فايل دون دي ناس هو شغال بيعمل ايه؟ اي عمليه كويري، اي عمليه كويري بتعملها، هي واحد مثلا قال لك انا عايز اعمل كويري على السيرفر الاي بي بتاعه، او اسف انا عايز اعمل كويري للسيرفر الاسم بتاعه فيسبوك دوت كوم، هيروح يدور على مين؟ فيسبوك دوت كوم دون والاي بي بتاعه كذا، اهو عمل عمليه كويري اهو صح؟ هياخد المعلومه دي ويعمل لها دمب يخزنها في الملف ده خلاص كده. الاستيتمنت اللي بعدها عباره عن الاستاتستكس فايل الخاصه بالاباتشي، هيحط فيه الاستاتستكس بتاعته خلاص، زي مثلا عمليه الكويري خدت وقت قد ايه، من اليوزرز اللي طلبوها او من الاي بي ادريس اللي طلبوها وهكذا خلاص. وهنا بعض الميموري ستاتستكس الخاصه بمين؟ ها بعض الميموري ستاتستكس الخاصه بمين؟ بالسيرفيس نفسها، بالميموري نفسها الخاصه بالسيرفيس ماشي كده. طيب كلام جميل. بعدها الجزء اللي بعدها ايه بقى؟ اللو كويري. اللو كويري ده بقى بقول له مين اللي يقدر يستخدمني عشان يعمل كويري مني اهو. تعالى نرجع كده، ادي عم السيرفر بتاعي اهو، تعالى نمسح الكلام ده كله كده، هذا السيرفر بتاعي فرضا السيناريو الواقعي بتاع اي شبكه في الدنيا، السيرفر له اكتر من انترفيس وكل انترفيس وصل بشبكه مختلفه، ده واصل مثلا بالشبكه اللي فيها السيرفرات اللي احنا بنسميها دي ام زي، وده واصل بالبابليك نتورك، وده واصل بالانترنال نتورك اللي فيها اليوزرز. الدي ام زي نتورك دي هي السبنت، البابليك نتورك هي اي حاجه بابليك، يعني مثلا اي حاجه مش في الرينج لا 10 ولا 172 ولا 192، دي البابليك نتورك اللي هي البابليك سيرفرز الموجوده على الانترنت. الدي ام زي والدي ام زي مثلا هقول له هي موجوده في الرينج اللي هو 172 16 دوت 0 دوت 0 سلاش 16، والشبكه الانترنال دي موجوده 10 0 0 0 سلاش 8 خلاص. انا ممكن اجي اقول له الدي ان اس هنا اللي يقدر يعمل لك كويري يا عم الدي ان اس، الناس اللي جايه من الانترنال بس، ف
فانا هقول له الاو لانهي سبنت؟ ها الاو للسبنت دي بس. طيب معنى كده ان في اي حد من الدي ام زي يقدر يكويري الدي ان اس سيرفر دون؟ لا مستحيل. خلاص كده. فانا ممكن الليمت مين اللي يقدر يستخدمني كدي ان اس عن طريق الدايركتيف اللي اسمها الاو كويري دي. وزي ما انت شايف الدي ان اس جاي بي ديفولت ان هو بيلسن لنفسه وبيقلو الكويري لنفسه، يعني جاي كده شغال كستاند الون دي ان اس، يشتغل على المكنه اللي هو عليها بس فقط. خلاص كده. طيب انا هنا لو عايز يلسن لاي نتورك هروح قايل له كده لسن يا عم للشبكه اللي هي 10.0.0/8 اهو، شايف؟ ها وضحت؟ حلو. بالمناسبه انت ممكن تيجي هنا كده وتقول له ايه برضو مين؟ ها اني برضو ممكن تستخدم معاها الدايركتيف اللي اسمها اني. تمام كده. طيب نرجع زي ما قلت لك، انا بحب اكون مور ديديكيتد قوي وانا شغال. طبعا انا كده مش ديديكيتد خالص، المفروض اقول له 10255 مش عارف دوت كام الاي بي بتاعك، 10211 55. فانا ممكن اجي هنا كده اقول له 10211.55.0/24 بس كده. دي الصدمه اللي فيها الفيرتشوال ماشينز بتاعتي، اقول له ليسن من نفس الصدمه بس. ها خلاص كده. طب افرض انا عايز احط صدمه الثالثه، اهو اكتب هنا حط لي يا عم 172.16.0.0/16 اهو. عايز تحط واحده رابعه خد سبيس وابدا اكتب، بس ما تنساش في الاخر ان في عندك ايه، ها في سيمي كولون، اوعى تنسى الحكايه دي. معظم الاخطاء بتيجي من الحتت الهبله دي. طيب نرجع تاني. في عندي كمان دايركتيف مش عارف هو السبب ما مش موجود هنا، هو مش موجود. طيب كلام جميل، تعال نرجع تاني فوق كده. انا ممكن اضيفه بايدي. انا ممكن اقول له انت هتسمح تعمل كاش من مين؟ خلاص. فانا ممكن اجي هنا اقول له allow query cache. هقول له allow query cache وهقول له انت هتallow query cache من مين بالظبط. خلاص كده. ممكن اقول له مثلا زيها زي اللي فوقيها local host ومين كمان و10211 55.0/24. عارف ده معناها ايه؟ ها انا بقول له اعمل كاش للريزلتس بتاعه الكويريز للناس اللي هم اسمهم لوكال هوست او ها الناس اللي في السبنت اللي اسمها 10211 دي. ايوه ماشي كده. طيب كلام جميل. في عندي انا شويه دايركتيفز كده مش محتاجها خالص دلوقتي. في عندي شويه دايركتيفز هنا انا مش محتاجها اللي هي ايه، الدي ان اس سك انا مش محتاجه خالص، فانا ممكن اشيل الستيتمنت دي دلوقتي. والدي ان اس سيك فاليديشن برضه مش محتاجه. والريكيرجن، ها فاكر الريكيرجن لما كنت بقول لك الايتريتيف لوك اب والريكيرسيف لوك اب؟ فاكر؟ ها هل عايز تخلي الدي ان اس سيرفر دومر يعمل ريكيرسيف لوك اب ولا لا؟ شايف؟ اهو ريكيرجن بيس معناها ان الدي ان اس ده هيسمح ان هو يعمل ريكيرسيف لوك اب لمين؟ للناس اللي بتعمل له كويري. طيب كلام جميل. في عندك بقى شويه دايركتيفز، عندك دايركتيف اسمها ايه لوجينج، وده بيحدد له اللوجينج بتاعه، واللوجينج هيستخدم التشانل بتاعه اللوجينج بتاعته اسمها ديفولت ديباج، وهيخزن اللوجز بتاعته فين؟ جوه الفولدر اللي اسمه داتا، جوه ملف اسمه نينجي دوت ران.
والسيفيريتي بتاعته دايناميك. خلاص؟ طيب فاكر السيفيريتي؟ ها حد فيكم فاكر اللوك سيرفرز؟ احنا خدنا اللوك سيرفر ولا لسه؟ لسه ما خدناهوش صح؟ طيب هنيجي احنا لللوك سيرفر لما نوصل له ان شاء الله، وهتعرف السيفيريتي دي هي ايه. بكل بساطه احنا بنسمي او بلاش اقولها، اوريها لك بنفسك عشان تشوف. خلينا اوريها لك بنفسك عشان تفهم بدل ما اعذبك معايا على الفاضي. طيب في عندك هنا تو سبيشال ستيتمنت، هما الاولانيه بتعمل انكلود للملف اللي كان فيه الداتا بتاعت بتاعت مين؟ فاكر المين سيرفرز؟ الروت سيرفرز فاكرهم؟ ها والكيز بتاعت الروت سيرفرز كمان، شايف؟ بينكلود الروت سيرفرز المعلومات بتاعتهم. فاكر السيرفرات اللي كانت من ال ام ال 13 روت سيرفر؟ فاكر بياناتهم اللي احنا شفناها؟ قلت لك دول متعرفين بالاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 والكيز بتاعتهم كمان اهو. طيب في عندك هنا ستيتمنت كمان سبتها، قال لك الزون اللي هي دوت، فاكر دوت دي اللي كنت قلت لك ده البيرنت بتاع كل دي الناس اللي موجود في الدنيا؟ الروت سيرفرز اصلا بيشاوروا على زون اللي اسمها دوت. خلاص؟ والتايب بتاعها هنت، والفايل اسمه نيم دي دوت سي ايه. ايه التايب هنت دوت؟ هاجي لك انا لما اجي اعرف الزونز كمان شويه، لما اجي اعرف لك الزونز بتاعت الماستر سيرفر هاجي للتايبس. يعني انا هاجي كده هنعمل زونز بايدينا كمان شويه وهشرح لك ها ايه انواع الزونز اللي موجوده. خلي الحته دي كده كمان نص ساعه كده ولا حاجه، ماشي؟ خلاص تعالى كده، انا كده اصلا جاهز ان انا ريستارت السيرفيس بتاعتي. ممكن اجي انا اقول لكم ده سيستم كنترول الاول ستيتس نيم دي تشينج روت سيستم كنترول ريستارت نيم دي تشينج روت. هنا بيقول لي السيرفيس بتاعتك فيلد وفي عندك مشكله موجوده. تعالى كده نكبر الموضوع دون ونشوف ليه السيرفيس عندي فيلد. بيقول لك استخدم سيستم او جورنال كنترول داش اكس اي، جورنال كنترول داش اكس اي. بيقول لي عندي هنا اي دي سي نيم دي دوت كونف فايل نوت فاوند. var name d change root etc name etc. الملف احنا كنا لسه فاتحين الملف حالا دلوقتي. لا 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 الملف الاصلي نفسه اختفى. var name d change root etc طيب با
بار ام دي تشينج روت اي تي سي نيم دي دوت كون في الملف مش موجود، الملف اختفى لسبب ما. طيب طيب هقول لك على حاجه افضل من الكلام ده كله. هل انا عندي ملف موجود يوزر شير دوك نيم دي بايند الاول في عندي نيم دي دوت كونف هنا نيم دي دوت كونف دوت ديفولت ده ملف موجود عندي اهو في سامبل فايل موجود اهو. تعال كده نفتح الملف ده ماشي اهو حلو جدا. تعالى كده اعمل ايه؟ حط لي ده كده في etc named dot conf طيب لا مش هحطه في الشينج روت. هقول لك اللي حصل، هقول لك اللي حصل. فاكر لما رحت مسحت الملف في الاول وقلت لك انا بحب اعمل سوفت لينك لل اي تي سي نيم دي دوت كونف؟ فاكر الحته دي؟ حلو. الحكايه دي انا كنت بستخدمها انا عن نفسي، انا عامل لها سيت اب على ريل 7، ريل 7 و1 و7 و2 شغاله زي الفل. من الواضح ان في ريل 7 و4 اللي تشينج روتد انفايرمنت ريد هات بقت بتاخد نسخه كوبي من الملف الاصلي اللي موجود في اي دي سي، ولما تيجي تعمل تشينج روت لما تيجي تشغل السيرفيس بتروح حطها هي لوحدها اوتوماتيك فين؟ ها في فار نيم دي تشينج روت اي دي سي. خدت بالك؟ لاحظت الحكايه دي؟ مش عارف حد فيكم لاحظها ولا لا. فبما اننا شغالين على الليتست ريليز الاس بي مش موجودة. طيب احنا شغالين على 7 و4 ده الليتست، فمن الواضح ان الباكج بتاعت التشينج روت عدلوها. بدل ما انت تعمل الخطوه دي ها انت بتعدل في الملف بتاع اي تي سي على طول، والملف ده اوتوماتيك يروح يرمي فين؟ لما تيجي تستارت السيرفيس بتاعت النيم دي تشينج روت اوتوماتيك هي تاخد الملف تحط نسخه منه فين؟ ها في التشينج روتد انفايرمنت. فريحوك اساسا الخطوه دي انت ما عدتش محتاجها، الخطوه دي انت ما عدتش محتاجها خلاص كده. لو انت شغال على ريليز قديم شويه كنت بتحتاج تعملها بايدك خلاص. فمن الواضح ان هم ريحوك وبقى الموضوع اسهل كمان من الاول. يعني بص الناس مدلعاك مش شايفه في نفسك حاجه. طيب كلام جميل. نرجع تاني. الاول في شويه حاجات كده لازم اعملها زي ايه؟ لو قلت له كده ls داش lh etc name دي دوت كونف حتى بعد ما نقلت الملف، الملف ده مملوك للروت. طبعا الكلام ده كلام غلط. ليه؟ المفروض اقول له كده لو جيت بصيت كده ls داش lh etc name دي دوت isc مش عارف ايه، بص الملف مملوك لمين؟ مملوك لروت name دي خلاص. والملف اللي اسمه RFC شايف مملوك لروت نيم دي، فالمفروض اقول له كده شينج اون روت نيم دي ل ATC نيم دي دوت كونف. الحاجة التانية هقول له كده ريستور كون داش ار ATC نيم دي دوت كونف عشان اس اي لينوكس ما تضربليش الملف، عشان السكيورتي كونتكست بتاع الملف. ليه؟ لان هتلاقي السكيورتي كونتكست بتاع الملف دول ها ماله اسمه نيم دي كونف دوت تي او كونف اندرسكور تي خلاص كده. فانت لازم تعدل البرميشن ولازم تعدل مين او اسف الاونر شيب، ولازم تعدل ايه كمان الاس اي لينكس كونتكست. بما انك مش عارف الكونتكست لسه فاعمل له ريستور وريح دماغك، هو سيستم هيظبط نفسه بنفسه خلاص. انا كده ممكن اروح اعدل الملف تاني
etcnamed.conf، امسح كل الكلام دون، عشرة ميتين خمسة وخمسين أربعة. صح أعتقد الـ IP بتاعنا كان كده، ifconfig ethernet 0 10211554، 10211554. وهقلو السبنت كلها، واجي هنا كده اقول له allow query cache ماشي. اعتقد ان كده كفايه، ممكن بس نشيل جزء الدي ان اس سيك لحد ما نجيله، كل ده مش محتاجه في حاجه، هو نفس الملف تقريبا. رايت وكويت، بعد كده سيستم كنترول ريستارت نيم دي تشينج روت، سيستم كنترول ستاتس نيم دي تشينج روت. تعال كده نبص على السيرفيس بتاعتي، شايف السيرفيس بتاعتي مالها دلوقتي؟ ها بقيت ايه؟ اكتف وراننج، وحالتها ايه كمان؟ ها انيبل. كده بقى لي خطوه واحده بس كمان صغيره، اللي هي ايه يا سيدي؟ ها بقى لنا خطوه واحده كمان، اللي هي ايه؟ الاو الفاير وول ان هو الحد يعمل كويري على البورت 53، صح؟ فانا ممكن اجي هنا اقول له كده فاير وول داش سي ان دي داش داش add service DNS، وهقول له ضيفها لي بشكل permanent كمان. شكرا، خلاص كده انا كده جاهز ان انا اروح على المكنه بتاعت الاند يوزر وايه؟ ها واعمل كويري منها. انا كده جاهز ان اروح المكنه بتاع الاند يوزر واعمل كويري منها. تعالى كده اروح المكنه بتاعت الاند يوزر، المكنه بتاعت ويندوز دي، تعالى بس كده هعدل الايه السيتنج بتاع النتورك هنا. هاجي هنا بس على الدي ان اس وهقول له انت هتريزولف من 10. طبعا انا عندي هنا في اكتر من لغه تقريبا موجوده، صح؟ اهو 10 211 55 4. لو انا جيت هنا كده دلوقتي وحاولت اعمل ريزولف، ها بيقدر يعمل ريزولف؟ طيب نرجع كده للمكنه بتاعتنا مره ثانيه، لو جيت اقول له كده سي دي var نيم دي تشينج روت var نيم دي سي دي كده داتا، vim etcnamed.conf، شوف الملف كان فين. لا var name دي كاش دمب دوت داتا، var name دي كاش دمب. change root var name دي
راح فين؟ لا برضو مش هنا. عايز اوريها لك. بار نيم دي تشينج روت، بار نيم دي داتا، برضه مش قادر يعمل كويري. الكويري تمت بس مش بيخزن الحاجات دي. طب تعالى كده، طيب نبراوز الأول. بيقدر يعمل ريزولف هو. طيب الكلاينت قادر يعمل ريزولف، بس انا مش عارف اوريك اللوجز، بما اننا ما خدناش جزء اللوجينج لسه. اجيبها لك ازاي؟ ريستارت؟ لا، انت بمجرد ما عملت ريستارت كل الحاجات اللي كانت موجودة طارت، كل اللي كان موجود في الميموري بتاع الدي ان اس طار. انا مش عايز ادخلك في حوار ان احنا نلعب مع اللوجز، ان انا اخزن اللوجز بتاعت الدي ان اس دول، لان انا لسه هاجي لها قدام كمان شويه. دي حته مهمه جدا من الحاجات اللي اقول لك عليها، بس مش عايز ادخل نفسي في الحوار بتاعها دلوقتي حالا. هقول لك على طريقة تانية أعتقد ممكن تكون أبسط. هو بيقدر يعمل ريزولف من الدي ان اس بتاعي من غير أي مشاكل، بيقدر يعمل ريزولف. طيب إيه يا سيدي اللي ممكن نعمله هنا؟ عايز أفكر في طريقة. بما ان اللوجز لسه ما عملتلهاش كونفيجر، ايه اسهل طريقة ممكن اعملها؟ مش عارف ادخلك السكة دي ولا لا. طيب تعالى كده، دمب دي بي كاش. مش قادر يكومينيكيت معاه. طيب
ايه يا سيدي اسهل طريقه اوريها لك من غير ما اخش في سكه اللوجز. لا انا عايز اوري لك فعلا ان الكويريز بتتم عن طريق السيرفر ده، فاهم؟ طيب تي سي بي ضمب كده داش ان يو دي بي. ممكن اقول كده ديستنيشن 53 ايوه امسك عندك امسك عندك امسك عندك اهو اهو الحمد لله. طريقه تانية حلو حلوه الفكره دي. بص انا عندي دي ان اس موجود بس انا مش متاكد هل الترافيك بيعدي على السيرفر ده ولا لا. خلاص فانت في عندك ثلاث طرق، في عندك ثلاث طرق عشان تعمل الحكايه دي. انا بصراحه يعني لحد من شويه كان دماغي فيها اتنين، خلاص دماغي فيها اتنين من شويه ودي التالته دي جت كده بالصدفه وانا قاعد معاك. اللي هي ازاي بقى؟ بص يا سيدي الكونفجريشن بتاعك انا فيري كاستمايزابل، ان انت تقول لي الدي ان اس اعمل لي لوج لكل كويري يحصل عليك حرفيا. مش كده وبس، ده انا هخليك تعمل تقسم الكويريز اللي جايه لك في ملفات مختلفه. خلاص؟ وهوريك حاجه زي كده تعملها، انا اعملها بايدينا. بس دي مش سكتنا النهارده لانها هتاخد وقت مننا. ده اول حاجه، دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه ان انا ضمب الداتا بيز او ضمب الميموري اللي الدي ان اس كسيرفيس بيستخدمها عشان يعمل الكاش بتاعه. ما هو خلي بالك كل الكاشز اللي موجوده دي الخاصه بالدي ان اس بيكون في منها نسختين، لما انت تكونفيجر اللوجز نسخه في الميموري والنسخه الثانيه بتحطها في ملف. اللي في ملف دي اوبشنال، اللي في الميموري هتفضل موجوده زي ما هي في الميموري وبتضيع كل مره تعمل ريستارت للسيرفيس. خلاص كده؟ طيب الطريقه الثالثه ان انا ابص على الترافيك اللي طالع للانترفيس بتاع المكنه دي. وصلت؟ ها ماشي كده؟ اهو فاستخدمت يوتيليتي اسمها تي سي بي دمب وقلت له انا هبص على البورت او هبص على البروتوكول الاول اللي هو يو دي بي على الديستنيشن بورت 53 اهو. تعالى كده على المكنه الويندوز عندنا وتعالى بص كده شايف ايه اللي حصل؟ تعال وقف دي كده. بيقول لك انا ببعت، شايف انا بعمل كويري لمين؟ مين يا عم الاي بي ادريسز دي؟ بص لي كده، بص 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 بالله عليك لو انت واخد بالك من حاجه، لو انت واخد بالك من حاجه انا عايز واحد فيكم يكون فاهم شويه او يعني دماغه شغاله شويه يقول لي ليه كل الكويريز دي تمت؟ ليه راح للاي بي دون وبعد كده راح لاي بي تاني خالص وبعد كده راح لواحد تالت خالص وراح لواحد رابع خالص؟ لا 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 ايه يا عم كل ده؟ وراح لواحد خامس؟
ها حد فيكم فاكر احنا قلنا لو بصيت كده للكونفيجريشن بتاع الاباتشي؟ لا 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 مش كده مش كده. ده خلي بالك انا كل دول دومين، ها كل دول دومين، ها لا مش ليه كام اي بي يا، انا مستني اجابه واحده بس صغيره جدا. فيم اي تي سي ان دي دوت كونف. بص كده شفت الحته بنت الكلب دي؟ ها مش بتفكرك بحاجه؟ ها الناس النايمه. لا لا مش كده. الحته دي كانت بتقول له ايه؟ انت هت انيبل الريكيرسيف كويريز، صح؟ ريكيرسيف كويريز يعني ايه؟ فاكر لما كنت بقول لك الدي ان اس سيرفر هو اللي بيتمرمط ويطلع اني وانا اللي خلفوه عشان يجيب لك الناتج النهائي؟ شفت؟ فبص كويري واحده من يوزر واحد الدي ان اس عمل فيها ايه؟ يا نهار ازرق. تعالى كده بص، هو قاعد فاضي ما بيعملش اي حاجه، قاعد مستني. بص اول ما كلاينت واحد يطلع كده على الصفحه بتاعته اهو اهو، بص كده، والراجل ده كده بس، بص 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 من غير ما اعمل اي حاجه، بص بص كويري واحده بس عشان ضغطت زرار واحد في صفحه، ايه اللي حصل؟ كل لينك موجود واللينك ده بيبعتك لحد تاني، يعني تخيل الصفحه دي مليانه صور، كل صوره منهم موجوده على موقع تاني، خلاص؟ بيروح على كل واحده منهم يشوف مكانها فين عشان يقدر يعمل لها ريزولف ويجيب الاسم بتاع السيرفر بتاعها يرجع لك الناتج بتاعه، الناتج النهائي بتاعه تحديدا. ها خدت بالك؟ علشان كده كنت بقول لك عمليه السايزنج هتكون مهمه جدا بالنسبه لك. ما تجيليش في برودكشن سيرفر وتحط لي 50,000 مستخدم عليه او 10,000 مستخدم وتكون عامل لي سيرفر 256 رام ولا 512 رام. يعني خليك منطقي برضه يعني. ها وضحت؟ طيب كلام جميل كويس، فهي طريقه حلوه الطريقه دي يعني الى حد ما، هي جت كده بالصدفه معاك. ماشي حلو. الواحد صوته وجع من كتر الكلام النهارده. طيب تعال ناخد بريك كده وبعد كده نرجع نكمل. ايه اعتقد ان كده الكاشنج نيم سيرفر خلص الحمد لله. عايز اركز على شويه حاجات قبل ما اخش في الماستر سيرفر. اخش في الماستر سيرفر الاول ولا اخدها الاول؟ مش عارف، بس تعال ناخد بريك وبعد البريك كده يحلها ربنا يعني. ماشي وقف كده تسجيل.